السلام عليكم البنات، السلام عليكم الرجال اللي هما ضموا القناة عائلة نصائح حليمة. هاد لا فيديو غادي تكون قصيرة، ولكن كنطلب منكم تسمعوها حتى الاخر، على ود يعني ما بغيتش ننكدها عليكم، ولكن من حقكم تعرفوا بين ما هاد الشيء اللي كنعيش فيه دابا كنعيشوا تقريبا كنعيشوا على قبلكم. اللي جيت بغيت نقول لكم، وتواصلت مع البنات بزاف اللي مبتدئات وتكلمت معاهم، واللي ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم، وحده يعني تن تن تنقدرها كنحترمها، وهي في السن ديال بنتي، ولكن ما شاء الله عليها كنقدرها، وهي سلمى امين اللي انا خبرتها بكل ما كيوقع ليا على تدعيم المبتدئين والمبتدئات، كيفاش انا كندعم الناس ببلاش. يعني كيفاش، علاش حليمه كتدعمي الناس بوالو، ما كتاخدي والو، كولي ووكلينا. وحده خلات ليا ملكه الفقراء، وحده خلات ليا مير تيريزا الله يرحمها، اللي كيعقل على مير تيريزا. يعني حنا عارفين، حنا ما حناش عميين، كنسمعوا وكنشوفوا، ويعني وعارفين اشنو كيدور في المجتمع. الناس اللي هي كيكونوا عندها لي في، وكيكونوا عندها لي زابوني، وكتكون ما شاء الله طالعه وسابقه، يا ويل شي حد يجي عندها ويقول لها دعميني، ولا تكلمي عليا، ولا يعني هضري بسميتي في القناه ديالك. حنا عارفين فيها خد وعطاء، شحال تعطي. بصح اللي فريمون صدمني، وهو ملي طلبت يد المساعده على قبل المبتدئين والمبتدئات، اللي نتوما فوق راسنا، وكيف كنقولوا التراب ديال رجليكم ما يستحقوش هذوك الناس اللي راكم طلعتوهم ووصلتوهم، واليوم ولاو كيشوفوا فيكم من الفوق. تصدمت على ود ماشي قالتها ليا وحده ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه. بديت كنكتشف في الناس اللي هما القناه ديالهم ما شاء الله عليها واصله السبعه في السماوات، الفضل كيرجع ليكم، والناس اللي عاد القناه ديالهم انفعلت ليهم، حتى هما دازوا لهاد السيستيم. يعني واحد الولد دخلت عنده البت ديالو اليوم، كنشكرو بزاف اللي قدرني واحترمني، وقال لي نقول لك غير كلمه وحده، قال لي انت الوحيده اللي كتدعمي الناس بلا يعني بلا فلوس. غادي غير نقول لكم واحد الحاجه، اللي متابعني واللي كيحاول اللي باغي يحاول يوقف ليا في طريقي، واللي باغي يحاول يقول لي كولي ووكلي، واللي غادي يحاول يعني يعمل اي حاجه باش حليمه توقف على هاد العمل اللي انا كنسميه عمل، ومن الواجب ديالي وديالكم حتى نتومايا ندعم المبتدئين والمبتدئات. شكون لي واحد المثل كيقول، شكون لي عجنك يا داك الخبز، شكون لي خمك، وشكون لي طيبك باش تحطيتي فوق الطبله. ناس اللي دخلوا للكوزينه وعجنوك وخمروك وخشوك في الفران، وطبتي وجيتي وتحطيتي فوق الطبله، وعشقوك الناس وكلوك، وهما نتومايا دعموكم وطلعوكم، ولا شي كيطلب مليون
شو كيطلب يعني على حسب الدولة، ها على حسب البلاد اللي انتي كتعيشي فيها. كاين اللي كتقول لهم يعني واحد لا سوم، وكتدخل للدار ديالها وكتخرج وكتقول لهم لا القناة ديالي وصلت دابا ما شاء الله الأميليون ديال لي زابوني، وعندي لي فيو جوج المليون باش ندعمكم. معناتها بغات تقول لهم بين ما في خلال شهر غادي تحصلوا على هذا الشيء اللي عندي انا دابا، زعما اللي عندها هي دابا. انا غادي نقول غير جوج ديال الكلمات للناس. يلا دخلت من الخدمة وكنت يعني كنت تعصبت، ما نكتبش عليكم تعصبت. تواصلت انا و سلمى امين اللي كيف قلت لكم واحد الانسانه مزنه، واحد الانسانه ملي كتبغي تقول شي كلمه كنحس على ود راني في السن ديال امها. واحد الانسانه اللي بقوه ما حكيت ليها ما تعقدش. الاوديوات انا صيفطتهم للناس، اللي جاني في الخاص صيفطتهم للناس اللي كيعنيهم الامر. قلت لهم بين ما بغيت نحبس، بغيت نحبس التدعيم على ود داكشي اللي كيجيني. ديك عرفتي شنو هي، واحد الانسانه تقول لك ملكه الفقراء، ووحده تقول لك مير تيريزا، ووحده تقول لك كولي وكلينا، ووحده تقول لك يعني بحال باغين يردوك حمقى، وحده تقول لك واش انتي حماقيتي كتعمليها، كدعمي الناس هكذاك ببلاش وكتشوف فيك. ولهذا انا كنسال واحد السؤال، علاش كتقولوا للناس الله يعطيني وجهك، الله ينجيني من وجهك، ما عندي ما نعمل بالوجه ديالك. الكلمه الاخرى اللي غادي نقولها، التدعيم ديالي للناس غادي يبقى. وكيف قالت لي بنتي كنبوسها من هاد القناة، قالت لي الا كنتي كدعمي جوج ديال الناس في النهار كنعرفك ماما حربية قادة دعمي حتى أربعة ديال الناس في النهار. جو بو لو فير كات بيرسون بار جور، ولا قدرني الله غادي نعملها. تدعيم هاد الساعة، داكشي علاش باش ما تقولوش حالي ما غبرات. هاد الساعة تدعيم، الطنبولة ها هي محطوطة حدايا. ما نكذبش عليكم، واحد الأخ اللي أنا دعمته وقال لي واحد الكلمة هي اللي فرحاتني، والله القسم إلا فرحاتني. قال لي كنا حليمة، القناة ديالنا كنا غنكتبو عليها حنا كنا حليمة. هادوك الكلمات تيق بيا، بكيت في الخدمة ديالي، نزلوا لي دموعي ولكن ما بينتش ليهم. علاش؟ على ود شوف انت فين كتعيش وانا فين كنعيش، وصلوني دوك الكلمات ديالك اللي انا دعمتك وما عطيتك والو. ما يعني العطي الله اللي كنتمنى هذيك الطبيعه اللي كتورينا، وهذيك السفر اللي كتسافر بينا في البلد الحبيب، وهو واحد النهار يحصل لي الشرف نجلس في وسط ديك الارض اللي انت كتفيلميها لينا. غادي نقول لكم بما غادي ناخذ غير واحد شويه ديال الوقت باش نرتاح فيه، على ود ضغيت بزاف. الضغط اللي كيجي من الناس، كتقولي شكون هاد الناس، شكون هما هي، شكون هما هاد الناس، واش كولي 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 وخطفي وخوضي، واش ما ديرش بحساب واحد النهار غادا تمشي للقبر
وما غتدي معاك والو. عرفتي انا شت الاب ديالي تدفن قدام عينيا، اما الام ديالي ملي وصلت لقيت اللي عطى الله عطاه دفنوها. الاب ديالي تدفن قدام عينيا، بقيت كنشوف داك السبع اللي كنا كنموتوا منه بالخلعة غير بعينيه كيدوي معانا، كيفاش تدخل في هذاك القبر قدها هكا؟ واش ما كتخمموش لذاك النهار؟ كنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وغادي نستمر على الدعم للمبتدئين والمبتدئات، وغادي نقول لكم انا معاكم، ولو كيف قلت لكم عندي 100 و100 حاجة انا معاكم. ولكن باش ما تقولوش حليمة غبات، شوية ديال الوقت كيف كنقولوا، ناخد شوية النفس ديالي على ود باش واحد المثال الله يخليكم ترجموه بالعربية، انا الطريقة ديالتي باش نطاكي شي حد اللي هو جا دق على بابي كناخد وقتي وكنرتب ليه كيفاش نردها ليه. هذه هي الطريقة ديالتي، أني لقيت الكلمات بالعربية. جزاكم الله خيرا على ود دايما كاينين بنياتي اللي هما ينضموا للقناة ديالي كيعملوا ترجمة في شي كلمات. كنقول لكم ليلتكم سعيدة، ما تنساوش تعملوا لو بارطاج لهاد لا فيديو باش توصل لواحد العدد كبير ديال الناس، بينما كيف كنقولوا كي ياكلوا، انا ما فهمتش، كي ياكلوا من القناة ديالهم. ما شاء الله، الا دقوا عليا المرة الثانية غادي نعطيكم الحسابات ديالكم كلكم اش دخلتوا في 2018، في 2018، ونعطي الحسابات ديالي انايا في 2018 اشنو دخلتوا. الناس غاديين يتخلعوا، كنتو لا شيء، بحالي بحالكم، كنتو كتمشيو كتجيو مع الناس يعني غاديين خدامين، وواحد النهار حليتو قناة وطلعتو. طلعتو ملي طلعتو ما قلتوش بين ما هادوك كيفاش عملنا تطلعنا، راه طلعنا بهادوك الناس اللي دابا طالبين منا التدعيم، هما اللي دعمونا. لا، غير كتطلعوا وكتوصلوا وكتولي الله يستر، الخت ما كتبقاش تشوف اختها، الخو ما كيبقاش يشوف خوه. وصلنا لواحد العالم ديال عاده باش وحده كتطلب منك التدعيم، غادي تقولي ليها كيفاش ندعمك، عرفتيني شكون انا؟ ايوا، غادي تحطي القد والقد، وكل بلاد عندها الثمن ديالها. لهذا كنقول لكم خليوا لي شويه ديال الوقت. جزاكم الله خيرا، التعاليق ديالكم كتهمني، اللي ما نفعتنيش ما كتضرنيش، حتى السلبيه ما كتضرنيش، ديما كناخذ شي كلمات كنقول هادي عندها فيها حق، هادي غلطات فيها، هادي عندها فيها حق، كنطلب الله سبحانه وتعالى. وانا يعني بالنسبه لهذوك الناس اللي صيفطوا ليا وحاولوا يعملوا ليا كيف كتقولوا في البلاد العصا فراويضه، ولا ما عرفتش يحاولوا يعملوا ليا، كنقول لهم بما عندي 58 سنه ما تجيوش حتى العصا في ليو وتبغيو تعطسوا، علاش ما جيتوني؟ خويت بلادي وانا باقا ما كنعرفش حتى يعني نمسح نيوفي، خويت بلادي وانا ما عارفاش حتى فين غادا مع عائلتي، وتجيو اليوم وتقولوا لي خصك تعملي هادي وخصك تعملي هادي وخصك تعملي هادي وخصك تاكلي وتوكلينا. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. انا غير هذاك الولد اللي كان في البت اليوم، ومن اللي قال لي
الخير ديالك مع ما ننساه، بحال اللي عطاني ما عرفتش شنو عطاني. شنو تخيلت؟ تخيلت الوالدين ديالي كيشوفوا فيا، تخيلت الاب ديالي كيشوف فيا، تخيلت الاب ديالي كيقول لي يعني كتعملي حوايج اللي الناس كيشكروك عليهم، وهما قد وليداتي، قد وليداتي. هاد الولد قد ولدي اللي تكلمت معاه اليوم. لهذا كنقول لكم ما عرفتش كيفاش غادي نعمل حتى ندوزها، ولو دازو عليا اكثر من هاد الشيء كتجيك فشي شكل. لهذا كنقول لكم السلام عليكم، ليتكم سعيده على بروشيان فوا بالتعاون ديالكم معايا، التعاليق ديالكم بيدكم، باش غنبقى واقفه باليد ديالكم كلكم، كل واحد غيمد ليا يده وانا معاكم. السلام عليكم.